تعرف كاين واحد المشهد يا اخواني الكرام، لما تروح انت تمشي لبوسعاده وتشوف كاين واحد السجن تاع بوسعاده معروف، هذا السجن هذا يحتوي اكبر عدد من مروجي المخدرات. تروح واش تلقى في السجن هذا؟ قدامه كاين واحد المنظر والله يبكي الدم، لو كان تروح تشوف يبكي الدم. واش هو المنظر هذا؟ امهات يجيو من عنابه، من العاصمه، من وهران، من كل مكان. امهات ام امراه وحدها شاده طاكسي ب 500 الف ولا مليون، ما نعرف مسكينه، ومشات طلبت وجايه بالقفه وجايه تدي للراجل هذاك اللي يقول على نفسه انه راجل، جايه تدي له الكامونبير والفرماج وكل شيء، من معمره قفه مسكينه بمليون ولا زوج. وين بيته؟ بيته في الخيمه، دايرين لهم خيمه في سبيل الله، بيته مع الناس برا في البرد، تستنى الصباح يفتحوا لهم وتدير لاشين مسكينه ساعه باش تشوف ولدها، ربع ساعه وتروح تمشي تروح. هذا الانسان اللي راه دخل السجن هذا راه يقول على نفسه انا رجل، كيما يسموهم انفسهم دوك، يقول لك حنا لي زومب حنا. هي وكيفاش انت تقول على نفسي انا انسان رجل وانسان مسلم وانا خاف ربي وتجريت امك في التبهديله هذه؟